بس عايزين نتعرف على ناسنا الجميله بقى، فاشينيستا دي الجميله، اول عريضه ازياء، ازاي جات لك الفكره والتحدي الجميل ده مع ان في تنمر طبعا بيحصل طول الوقت؟ هي جاتلي الفكرة أولا لأن أنا ما كنتش بحب التصوير، طب علي صوتك شوية. ما كنتش بحب التصوير وما كنتش بحب إن أنا أظهر أكتر، فاخترت أكتر الحاجات اللي ممكن تخليني إن أنا أظهر أكتر بالنسبة للناس. وفكرة عريضة أزياء ومن قصار القامة فدي بتثير الشغف أكتر عند هي دي الناس. الصورة اهي، إزاي يعني يعرفوا؟ السوشيال ميديا ساعدتك ان انت تنشري الفكرة مش تستخبي بقى لا لا وتكرهي التصوير بالظبط، زي ما كان السوشيال بيحصل. ميديا ساعدتني ان انا انشرها اكتر، خصوصا ان انا بقى الله، ما كنتش بلاقي لبس على مقاسي بشكل متاح قوي او كده، فبدات ان انا طالما مش بلاقي لبس على مقاسي بدات ان انا اسعى فكره ان انا اجيب القماش وان انا ادير حد يفصل القماش ده، وفي نفس الوقت اكون لابسه الديزاين اللي انا حباه. فلقيت المشكله اتحلت اهو ايه ده، بالنسبه لي. وده انت بتفصليه لنفسك ولا بتروحي لحد يعملك لا ده حد الفكرة؟ بيفصله، بس الفكرة انا اللي بفكر في الفكرة وفي نفس الوقت تكون لايقة عليا وفي نفس الوقت اكون حباها بشكل هنعمل ايه، اكتر. جابوسك دلوقتي يعني وبوس راسك يعني، والله العظيم إرادة جميلة. وانت قلتي في كلامك في الاول انك انت كنت عايزة مش عايزة تخرجي ومحبطة، من كام شهر حاجة والنهاردة حاجة، ايه اللي فرق معاكي؟ ايه الحاجة اللي غيرت فكرة حياتك، اديتك طاقة حلوة؟ الحاجة اللي غيرتني ان انا اكتشفت ان الفرق مجرد كام سنتي، وكمان الموضوع يعني انا اكتشفت ان هو مش ازمة خالص. ولما بدأت ان انا انتشر اكتر وبدأت ان انا اكون متواجدة على السوشيال ميديا بشكل اكبر، وبدأت ان انا اعمل حاجات، انا لقيت الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتصل بيا مش معقول بجد. وبيهنيني على الحاجات اللي انا بعملها، فدي بالنسبة لي اتصل كانت بيك مفاجأة ازاي يعني، جدا. ازاي جالك مكالمة شكلها ايه؟ مكالمة تليفونية عادية جدا، وقالولي ان سيادة الرئيس حابب ان هو يتواصل معاكي، وبالفعل تواصل معايا وكلمني وقد ايه هو فخور بيا وقد ايه هو متابع كل حاجة انا بعملها، وقد يعني ايه ان هو الله، ده مشجع طب الموضوع. حقيقي بيدعمنا لا جدا احنا بقى بالراحة كده بيستمتع. يعني، بصي احكي لنا، قالولك الو دلوقتي في كنت في البيت يعني ولا كنت في كنت في برنامج؟ البيت. كنت في البيت انا كنت مفكراها مش اصلا، في برنامج. وعارف من صفحتك ولا مين اللي انا رشحك كنت لسيادته مفكراها برضو كاميرا قالوا؟ خفية كده، ما انا ده لسه مش كنت حقيقي. هقولك اكيد مش مصدق. بالظبط. فانا استنيت دقيقة كده على الانتظار، ايوه بعد الدقيقة لقيت الو سيادة الرئيس، لقيته بيقول لي انت بنتي وانا فخور بيكي، الله فخور بكل الله. حاجة انت بتعمليها. طبعا انا جبت البيت كله يسمع معايا المكالمة وقتها، وقد ايه ان هو متابع كل خطوة انا بعملها. فده شجعني لان احنا متشافين، ان كل انجاز حد بيعمله فهو متشاف. مش شرط ان انت تتكرم عليه في نفس اللحظة، بس فيما بعد او بعد وقت ما صحيح، هتلاقي حد بيشعر نفسك. بيك وهو بالظبط. كبير العيله المصريه ومنتهى الانسانيه، ولا بقى في صور ولا اعلام، ده تليفون شخصي دي رفع حقيقة، معنوياتك للسماء. دي حقيقة. واللي هو لا انا هكمل لحد ما التليفون ده يتحول لواقع ويتحول لحقيقة، وان انا اقابل سيادة الرئيس وان انا اقعد مع اداكي سيادة بوش حلوه الرئيس. بقى ودفعه قويه تنجحي واللي هو اكتر. ان انا افكر بقى في احلام تانية وفي اهداف تانية، وان انا ما كنتش مقتصرة على جانب معين بس. طيب المكالمة عملت فيكي ايه؟ يعني خلاص قعدتي بقى فرحتي وسمعتي العيلة وكده وست الريس كلمني، عملت فيكي ايه؟ فضلتي طول الليل جوايا تفكري انا فيها؟ المكالمة غيرتني 180 درجة، اللي هو ان سيادة الرئيس بنفسه يتكلم معايا او سيادة الرئيس بنفسه يتصل بيا او كده. فكل مجهود احنا بنعمله ربنا بيجازينا قصاده كرم كبير قوي قوي قوي، وان احنا مش شرط طول الوقت نستنى المكافأة دلوقتي، بس هي هتيجي. يعني بعد الاحباط الشديد وانا مش عايزه اخرج ومش عايزه اتصور وبتاع، وفجاه يجي لك مكالمه من سياده الرئيس يقولوا لك سياده الرئيس عايز يكلمك، يعني طلعتي في السماء، دي حقيقة. فرقت معاكي كتير دي حقيقة طبعا. اكيد اكيد.